وإذ قال لقمان لابنه، لقمان ثورة يتساك الموعظة الوصايا النصايح إميس، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نحو جيت انت كل وصايا أكن من الله أما كن دغوها ربي إي مولان أتوصي الدريا سن نعمكي سن نصائحكي إدينا لقمان وهو يعظه يا بني يا بني ثقي أيضا ذي القراءة نورش حفص يا بني يا بني ولكن حفص ورش الدوري السوسي شعبة قالون إخمسة أدقارا يا بني هذا يا بني لا تشرك بالله ثم زواروث وسخد ما لا شريك يا ربي خاطر تسقيد الساس يزمر ذي ليوان يخدم كوين الهان يخدم الصلاح ولكن وريومين راس ربي يخدم اس الشريك يا ربي لا ثافيسا كي يروح لا ثافيسا كي يروح باش وريت تروح راه لا ثافيس ويلا قرا ديال الشريك يا ربي ايغا ثم زواروث الايه غي تقارميه وكين قاريوك سورة الكهف الآية ثان قالوث فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أخذ من الصلاح ولكن خذ مثي وذمر ربي واستر غشري فقل الآية 110 ذي سورة الأنعام الآية 162 ربنا تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ذكي لقمان إن يسميس لا تشرك بالله يعني وحد ربي وسخدم شريك إن الشرك لظلم عظيم ما تشيل شويط ثقي يا مولان ما إلا يونس عمي سنغيليس ما شاء الله القراية الفهامة متصرف كاع الصلاح ميثام سالت ان ربو السنارة غا سيني حارزين مي ايدي تساوين الارزاق عندي وليدي بسم الله ما شاء الله ولكن وربي وربي تشوف غير روحك وليدك قايم بيك وكذا وكذا خاطر كاين هذا النوع ويبدعون في الإحسان إلى الوالدين بل في العمل الصالح ولكن مشكلة كبيرة راهم حاصلين فيها لأن المشرك على خطر عظيم لذلك لقمان زوار ديثا إنس إن الشرك لظلم عظيم أم بعد الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه ولكن كان الآية جيم تشوفا الآية دينا ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا باش نزر مقام الوالدين مقام عالي علي أمكن الوالدين علي مليح رب دي قرميث من النصر ربي الوالدين حذرث مباشرة ووصينا الإنسان بوالديه والدين أم بعد يركز في الأم حملته أمه وهنا على وهن وطبعا من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله وفي رواية بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك تروى كار للأم ثلاث أربعة الأم هي التي حملت تيمت قرفن تاليست الأم هي التي أنجبت الأم هي التي أرضعت وسميت سيم غريث عبوط قماس سميت وعار ثافيس تينس لو كان نتفهم سالتاكا نطور ديكس داينا كوين زرا ربي ذاكي ولها فقط باش نفتسو يرى القدر للوالدين القيمة للوالدين خاصة ثيمات إيسين إيسين أما ذي الأب أما ذي الأم ذي الآية نظم ربي الناد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أصغر كلمة
يمكن أن تخرج من فم الإنسان ممنوعة. أولكم الزين إكزمرنا ديفا سكيمي بومذان مارسيني الوالدين الدريانسن خدم الثغاو سايقي نغاويد ثاقي هذا سين أوف أوفاقي خفيف ولكن ربا دي قرح حذر أتيني أول أوفاقي مولان أتزر ما إلا قام الزر شو سواني مولان ولكن ذا غرجو باش هذيل الميزان ربي ذا غيوصل والدين في الدريا إناد يوصيكم الله في أولادكم أي غير باش هذيل الميزان مولاش يزمر الحال لاني مولان أدخذ من الباطل في الدريا الباطل يا ناس كذا الوالدين حذاري أذي خدم ذي سلع جو ميد ينتقسيني حبس ربي وصاكن في الليل إيه ولكن دا ربي وصاكن في الله سنة دا وقيد الميزان أي غردين ذي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله يهضر الوالدين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أقوذ ربي خذ مثل ذل يرد دريان ون ماشي واستفكم واستكسم وتحملم وتكرهم وثد قرفم وتسفعذم أما زوزا يا معزوز ماذا مقران تروي في الليل خا طيب سمحت أي مازوزا أي معزوزا ما عليش دي معزوزا مي عيون في مولا نون باش وخدم مال الباطل عيون خاطر يزمر بابك هذي يغفل خاطر شي طبيعي مي يحملك بابك بزاف على بالك نقطة قد حوايج ساعتين باش تفهمها ساعتين سي نورمال خاطر ما إلا غنزوم يسعى 40 سنة أمشطوح يسعى 15 سنة ذا خليس أسي قارو تعيش شي غارة ذو مشطوح عين يعاشق ذو مقران إلا قد كومبونسيغ إلا قد راترابيغ أسف تغلى دوز ذا مقران ثلا إن لوجيكا ثلا ثلا ولكن الشرع دي قال الميزان لذلك يحكي ربي ثم شوت سيدنا يوسف يحكي يا سيد باش نراضار لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين هذا العجب يا ألمي فغنت وعرف السمين يرث السمين وعرنت يلا من بعد شو ذيك في مات حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أرنوي الطفسي مس عامين عامين وهو أحسن يعني مدة الرضاعة عامين ونصر جرى منظمة الصحة العالمية ألا مدفك تعليمها لوزارة الصحة عبر العالم أسقر لقفي مثنا السطضنت هذا السطضنت الدريان سنت تجي فقط سي منظمة الصحة العالمية شحال يجي على كل حال الساعة وذن يعني يبقى سي 96 في لا كونفيرونس اللي يبقى مغار يحضر ايون يغرد التعليم يجي بغا ينتقد هنا يستقوس حوايج راه نرجو الطب انا نرجو منظمة الصحة العالمية نستي مسا الصوت تضر ويسعى ماين فور ما فوضن من الساعة السبعة الله مش خاطي ولكن اقلق دي زمان ذين الحصان من بعد شو دينا ربي سبحانه أن أشكر لي ولوالديك أيضا في عند ورش وقالون أنو بضم النون ولكن عند حفص أن أشكر لي ولوالديك يعني حمد ربي تشكر الوالدين في زوج شكر ربي إخدي في كان الوالدين شكر الوالدين ويثنا ربي قفري ذاك خدمني الهان وكل شيء يغال لله من بعد شو دينا رب سبحانه إلي المصير أنا غالك أرسي ذا ربي أما ذي مولان أما ذي الدريا أما أنا غالك أرسي ذا ربي الآية الأخيرة الآية الأخيرة آية 15 وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم طبعا قد العلماء دينا نزلت في سعد بن ابي وقاص في ماس يستنى وكفر محمد صلى الله عليه وسلم قبل اسلامها خطر بعد ذلك اسلمت وبعدين رفض وابى القصه معروفه
ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إي مولان ما إلا حتمنك يعني بذل جهدا لحملك على أن تشرك بالله، حبس أكني فغويلا. نسيت مسألة مهمة، مدينا ربي ووصينا الإنسان بوالديه. دائما الإحسان يكون متعلقا بإلى، نقول لك أحسن إلى ماشي أحسن بي. ولكن داك سبحان الله ربي سبحانه مدينا استخدم الباء، الباء تفيد الإلصاق. شو المعنى؟ عندها دلالة عميقة، معنى أنت تحسن إلى والديك، التصق بهما. خطر ممكن واحد يقول كان ندير الخير في الوالدين ولكن بلا انترميدير، ندير لهم خدام، شوفر، خدامة، عروسة، والو. معليش العروسة تخدم وكذا، ولكن أنت. فهمت المسألة كيف؟ إشارة لطيفة جدا في اللغة العربية. دائما كلمة الإحسان تلتصق بإلى، كقول الشاعر مثلا أحسن إلى الناس، ماشي أحسن بالناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولكن ذاك مدينا ربي الباء من معاني الباء الإلصاق. وإن جاهدك مولانا كي ما إلا فغنا السفغن ميسن غيليسن سكفري ذا ربي حباس أشو سينا. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما، ذاكي يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن مع ذلك وسن قرار يرمسلاي أثنت جرحوظ نخاطي وصاحبهما في الدنيا معروفة. أكني الإحسان لا يتوقف والمصاحبة بالمعروف لا تتوقف. واتبع سبيل من أناب إليه، اذفع عبري بني اذفع عبري ربي وني ثوفان عبري المستقيم. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أكن من لن ولا رب سبحانه، أما ذي مولان أما ذي الدريا أما الدريا من الدريا، ولكن رب سبحانه فأنبئكم بما كنتم تعملون. ذي الدنيث ثيكوال الدريا لان خمسان دريا، سين قرزن ثلاثة يا لطيف يرنا ثيكوا تظي مولا حملا ثلاثة نيوار لكني سيني مساكيف لخدم أين لقن يرنا يعد فلا سنين يعدان معني لقن حذر أربع دي قر حذر أدوغ المكور غوري أين تخدم أتفهم أين الزرع أتفهم لا يجي شوفا لا يا 15 شوفا ذي الله يا 105 دي وسان دي سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.